السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة ستوب لوك. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم البسبوسة بالكريمة، كتجي على شكل ديال تشيز كيك بشكل جديد، كتجي رائعة ولذيذة في المذاق. هاد الكريمة كتجي مصاوبة بالجبن، كتجي رائعة بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا مع الاصدقاء ديالكم والعائلة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد الوصفات، وتشتركوا ايضا في القناة. كنتمنى ان وصفة اليوم تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. اذا المقادير كنحتاجو نص كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، كاس ديال السميده الرقيقه، كيس من خميره الحلوى، وساشي ديال الفاني، رشه ديال الملح، بيضه واحده، والقشور ديال الليمون الحامض. يمكن لكم تستغناو عليه ولا تعوضوه بالقشر نتاع التشين. هنايا كناخذ اناء كندير فيه ديك الحبه ديال البيض، كنزيد ليها السكر سنيده، كنزيد كذلك القشور ديال الحامض، كنزيد الرشه ديال الملح، كنزيد ساشي ديال الفاني. صافي، وكنخلط هاد العناصر مزيان حتى كيذوب السكر. هنا غنزيد داك ربع كاس ديال الزيت، كنزيد داك نص كاس ديال الحليب، غادي نزيد داك الكاس ديال السميده غير بشويه. هنايا الخليط خاصو يكون خفيف بزاف باش كتجينينا البسبوسه رطبه وخفيفة. غادي نزيد داك الكاس كامل، نخلط مزيان، صافي. غادي نزيد داك الكيس ديال خميرة الحلوى، الخليط كيكون بحال هكا خفيف بزاف. هنايا غادي نجيب مول وفرشتو بورق الزبده، غادي نخويه الخليط اللي خلطناه. هنايا الفران راه شعلتو ونقصت ليه، يعني سخن ونقصت له النار باش نخليو البسبوسه تطيب على نار هاديه،
ونتلاقاو بعد ما طيب ليا البسبوسه. صافي هنايا بعد ما طابت البسبوسه كتكون على هذا الشكل، كتاخذ هذا اللون الذهبي. هنايا هي مازال سخونه كما كتشوفوا، كتجي رطبه وهشيشه. غادي ناخذ السيرو اللي صاوبته ما صورتوش معاكم، اللي كنديروا فيه نص كاس ديال السكر وكاس ديال الماء، كنخليهم حتى كيغليو مزيان واحد 5 دقائق تقريبا، وكنطفيو عليه وكنخليوه يبرد. بما ان البسبوسه باقي سخونه غادي نسقيها بالسيرو بارد، او العكس يمكن لكم تسقوا بالسيرو سخون بعد ما تكون بردات لكم البسبوسه باش كتشرب لينا داك السيرو مزيان. صافي غادي نستمر على هاد الطريقه ونرجعوا نتلاقاو باش نوجدوا الكريمه. الكريمه كنحتاج فيها حبه ديال البيض، غادي نزيد ليها 3 المعالق ديال السكر سنيده، غادي نزيد ليها كذلك ساشي ديال الفاني، وغادي نزيد كذلك 3 المعالق ديال الكريم باتيسير، يكونوا المعالق كبار شويه. صافي غادي نخلط مزيان هاد العناصر، غادي نزيد ليهم شويه ديال الحليب باش نقدر نخلطهم. هنايا الحليب كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب، ودوك 3 القطع ديال الجبن غادي نضيفهم للكريمه بعد ما تعقد ليا. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان، ما تبقاش ليا الكريم باتيسير داير بحال محبب، نخلطوه مزيان. صافي غادي نزيد البقية ديال الحليب نصف لتر، ونوضع الكريمة ديالي فوق النار مع التحريك المستمر، ونرجعو نتلاقاو. هنا الكريمة ديالي بعد ما عقدت كتولي لهاد الشكل، غادي نزيد ليها دوك 3 القطع ديال الجبن، ونحاول أنني نحرك مزيان حتى كيدوب داك الجبن مزيان. كنستمر على هاد الطريقة مع التحريك. صافي هنايا بعد ما داب الجبن كنجيب البسبوسه ديالي اللي كانت شربت داك السيرو مزيان، وكنفرغ الخليط بالتساوي على هذا الشكل. صافي وكنخليها حتى كتاخذ حراره المطبخ، وكندخلها الثلاجه تبرد، ونرجعوا نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي. هاي البسبوسه ديالي بعد ما وجدات كتكون على هذا الشكل، زينتها برقائق اللوز محمرين ودوك الحبيبات ديال الشيكولا على هذا الشكل. غنقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتكون من الداخل. كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي. شكرا للمتابعة ديالكم والمشاهدة والتشجيع ديالكم ايضا. كنتمنى لكم نهاركم مبروك وبالصحة والراحة، ونتلاقاو في وصفة جديدة ان شاء الله.
ومع السلامة.